بعد ساعه بعد اقل من اسبوع تبدا انتخابات في الخارج. نسبه المشاركه في الدور الاول يعني صحيح ان اردوغان تقريبا 56% ممكن نشاهد الصور، ولكن بمقدور لو تضاعفت او على الاقل ازدادت نسبه المشاركه سيكون دائما لصالح اردوغان، خاصه في اهم كتل انتخابيه في المانيا وفرنسا، اهم تواجد للجاليه الالمانيه التركيه في الخارج. نعم، في الجوله الاولى كانت هناك عراقيل امام الناخب التركي المغترب في اوروبا خاصه، وعلى سبيل المثال المانيا لم تسمح لفتح مكاتب للاقتراع، وكان الناخب يقطع مسافات شاسعة جدا للوصول إلى محل صناديق الاقتراعات. مع ذلك وصلت النسبة إلى 53%. هل ستعالج الإشكالية في الدورة الثانية؟ المشاركة، فأنا أتوقع في المشاركة في الجولة الثانية ستكون أكثر، لأن الرئيس أردوغان الآن يشدد على الحزب، فحتى في أوروبا حزب العدالة والتنمية استأجرت باصات لنقل الناخبين إلى مدن التي تجرى لاقتراع. فلذلك أنا أتوقع أن الرئيس أردوغان سيشدد هذا وسيحاول أن يزيد نسبة المشاركة في الخارج، لأن أكثر تسهيلات لوجستية يعني في الدورة الثانية. نعم، الدعم الخارجي كان أكبر وأكثر من الدعم الداخلي، فهنا لم نصل إلى 50%، لكن في الخارج كانت نسبة المؤيدين لأردوغان 56%. شكرا جزيلا السيد رسول توزان النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، كنت معنا عبر سكايب.